السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. كملت هذه الجهة إن شاء الله، ما بقى شيء مثل ما تشوفون، عزلتها، كملت الباب، كملت هذا، سويت شباك هذا المكان، بعدين راح أخليه مشبك من الداخل حتى أقدر بأي وقت أفتح هذا الشباك وهذا الباب. بقى عندي بس هذه الفتحتين إن شاء الله، راح أسدهم باكر إن شاء الله هذولا. هذا الباب هم إذا تشوفون بالليل راح ادخل الارانب في هذا المكان واسد الباب واسد الشباك حتى يقل عنهم الهواء، لان شويه بالليل عيصير هواء بارد. طبعا قسم منهم يعني هم صار عندهم نفس الاعراض مال المرض اللي يختنقون بيه ويموتون، حتى الصغار انصابوا عندي تمرضوا، والصغار اللي كانوا عندي حاليا باقين هذولا. كان عندي واحد اسود هم صار عنده نفس الاعراض اللي عتصير بالارانب الكبار. على العلم اذا تشوفون يعني مخليهم بهذا المكان، حتى ساد عليهم الطريق حتى لا يطلعون، ومكانهم مغطيه. هذولا كانوا هذا مكانهم، بس بعدين حولتهم من صار شويه يصير بروده بالليل، حولتهم لان الصغار يتاثرون بالبروده بسرعه، اي بروده تاثر عليهم. هذا الصغير هم حاليا عنده نفس الاعراض، اذا تشوفون شوفوا خشمه، هم عنده سيلان من الأنف وشوية عيختنق، هذا هم احتمال يموت، بس بقى هذا شوية بعده نشط. كان معاهم واحد أسود مات، والصغار اللي ولدتهم الصفرة هم صار عندهم نفس الأمراض تقريبا، حتى الصغار يعني صار عندهم أمراض تكرمون إسهال وكذا وماتوا، حتى الصغار بقوا هذول الصغار، واحد منهم هم احتمال يموت. فالأرانب إن شاء الله مثل ما قلت لكم راح أدخلهم بالليل بهذا المكان وأسد عليهم الباب. غطيت هذه من قلت لكم بالفيديو السابق راح اغطي هذه مؤقتا، غطيتها. هذول الارانب بالداخل اذا تشوفون شلون منجمعين. طبعا اذا تلاحظون هذا واحد ميت، هذا مثل ما تشوفون، هذا هسه بالتصوير انتبهت انه ميت، يعني الصبح ما كان ميت يعني ولا شفت عليه اعراض. هاي شوفوا يعني فجأة، اوه اذا تلاحظون الغنية ولدت. شوفوا المفاجآت، سبحان الله. هذا ميت، هذه ولدت، ما كنت متوقع صار موعد الولادة مالها. كم واحد؟ بس واحد. هذول باقي الارانب جوا، بس خلي بعد الارانب اكو شي جواهم، والله بس هذا الغيني الظاهر. بسم الله، خلي نجيبه. لونه ابيض، سبحان الله. يعني الصبح دخلت عند الارانب، الظهر ما شفت اي شيء، حاليا بالتصوير وارنب ميت والغنيه ولدت مثل ما تشوفون. تعال تعال خلينا نرجعه جوا مع امه، ما اعرف امتى ولدت ولا اعرف هذا الارنب امتى مات. يعني حتى اليوم بالبيت نظفوا المحميه كذا، ما انتبهوا انه ارنب ميت او هذه ولدت، الظاهر يعني قبل شويه ولدت. وهذا الارنب هم يعني مات الظاهر قبل مده قصيره، فهذه خليتها حتى شويه تحميهم من الهواء، بس ان شاء الله راح احولهم بالليل بهذا المكان. هذه الارنبه مثل ما تشوفون، طبعا الصغار من ماتوا صغارها، قمت اخليها ترضع هذولا، هذولا الاثنين مرات ما تقبل ترضع، امسكها يعني امسكها بهذه الطريقة شوية، إذا رفعتها حاليا يعني إذا تشوفون هذا الصغير، بس ارفعها شوية شوفوا بدأ يرضع، فمرات امسكها وارفعها اخليهم اثنينهم يرضعون. طبعا هذا مريض ما اعرف إذا يرضع أو لا. بسم الله، خليني امسكها مثل ما تشوفون. هذاك ما يرضع، هذاك لأنه مريض ما يرضع، فهذاك احتمال يموت. أما هذا بعده نشط مثل ما تشوفون، خليه عافته. فهذه الأرنبة عاد امسكها واخليها ترضع هذول الباقين، لأن صغارها ماتوا. وهذا إن شاء الله راح أقطع هذه الجهة هم، حتى شوية هم تقل تيارات الهواء على الطيور، لأن بالأيام الجاية تعرفون الجو يبرد، فقبل ما يبرد الجو لازم أحصن المحمية وأوفر أجواء مناسبة للطيور حتى هم لا يتمرضون، لأن الطيور هم يتأثرون بالبرد. لحد الان ما اعرف الاعشاش مال الزيبرا ما تفحصتها، لان تعرفون الزيبرا شويه حساسين، ما اعرف اكو شيء بهذا الداخل. طبعا الطيره دائما موجوده، اذا تشوفون شو مسويه بالعش
ما مخليه حتى مجال واحد يشوف اشياءه بالداخل. طلعت شوفوا خافت الظاهر، ما اعرف فقص البيض مالها ما فقص، ما اعرف ما عيب اي شيء. وهناك هم عندي هذا العش هم كان اكو طيره بداخله، هم ما اعرف فقص البيض مالها او لا. هذه الطيره مرات يطلعون ياكلون ويرجعون. الحمام الملكي هذا الصغير اذا تشوفون قاعد بين امه وابوه، كبر شويه حاليا. وهم الطيره عاد تجي حاليا بنفس المكان، يعني ان شاء الله راح تبيض قريبا. ماكو شيء، اليوم شفتها كانت قاعده بهذا المكان، ان شاء الله قريبا راح تبيض. هذول باقي الطيور قسم منهم يجمعون عيش قسم لا. الغندوره بعدهم بنفس المكان، والبادجي هم بنفس المكان. ان شاء الله شويه شويه بالايام الجايه راح نسوي تغييرات. ها بالمناسبه اشتريت هذولا اذا تشوفون، هذا يسموه طرقه. طبعا هذا صوته حيل حيل حلو بالتغريد، يعني حتى قسم يقولون صوته بعد اقوى من صوت الحسون بالتغريد وافضل. بس بعدهم شويه صغار ما متعلمين بعدهم على المحميه. الجمعه جبتهم خايفين حيل خايفين اذا تشوفون هذول اثنين. سعرهم رخيص بشكل، سعر الواحد ب 1500، 1500 دينار يعني يطلع بالدولار يطلع سعره دولار واحد. فجبت اثنين خليتهم داخل المحميه، يروحون مرات هناك ويرجعون. هم بقية الطيور كلهم يجون هناك اذا تشوفون. الجاوة حاليا جاي بهذا المكان، الكوكتيل دائما يجون على هذا المكان ويرجعون، بس من يسد الباب ما راح يقدرون يجون بعد. ما مشكلة، الكوكتيل راح يبقى بالداخل وباقي الطيور ان شاء الله يبقون بهذا المكان، يكفيهم المكان وزايد. السمان الملكي خليت لهم هذه التنكة تقريبا صار لها اسبوع، خليت عشب بالداخل اذا تشوفون حاليا نايمين بداخله. خلي اصورهم. بالبدايه من خليتها ما كانوا يدخلون ببطنها الا بقت تقريبا اسبوع حتى تعودوا عليها، فحاليا بالليل ينامون بالداخل هم وهذول الكتاكيت. هذول اللي حد الان صامدين، هذول من اول يوم توقعت راح يموتون لان هذول مال معمل ومناعتهم تكون ضعيفه، بس لحد الان صامدين ما ماتوا والله. وهذول السمان هذا الذكر هم موجود، خليهم نايمين بهذا المكان. صار لها فترة قطعة بيض ما تبيض، بس ان شاء الله ترجع تبيض مرة ثانية. هذا واحد من الارانب. ها نسيت اقول لكم الانجورة اللي اخر شيء عزلتها بقت صامدة يومين وبعدها هم ماتت. بعدها شفت التيدي لوب هم شوي صاير عنده رطوبة حوالين الانف، شوي صاير عنده سيلان من الانف، يعني عنده بداية اعراض مال المرض. اخذته هو والانثى اللي معاه عزلتهم خليتهم بمكان الانقورة، نظفت القفص خليتهم حاليا داخل البيت بمكان الانقورة وعاد انطيهم علاج. طبعا الاوبر اللي جبتها من البيطري ما عاد تفيدهم اي شيء، يعني الانقورة يومين اني مستمر معاها انطيها اوبر، وكنت انطيها علاج بشري ما فات العلاج ماتت. التيدي لوب ما انطيتهم اي اوبر، بس عاد انطيهم فلاجين مرات وانطيهم حبة الفلاونزا اطحنهم واخليهم بماي واشربهم شوي شوية، يعني علاج بشري عاد استخدم معاهم. وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.